يقدر يمضي ورقة انه يأجر البرج لشركة تانية؟ لا، هيخاف، ليه؟ هيقول لك مناقصات مزايدات، اصل انا خايف. بيعمل مناقصة، بيخافوا. ما تعمل مناقصة في وزارة السياحة. المشكلة مش مشكلة البرج بس، المشكلة دي فندق كليوباترا اللي في وسط البلد بقاله كام سنة مقفول، وده فندق حكومي، ضاع البلد استثمارات قد إيه؟ فندق وادي الراحة في أسوان، فندق كليوباترا مقفول؟ اه طبعا. وادي الراحة في سانت كاترين فندق كامل مقفول بقاله كذا سنة. ليه بقى؟ عشان المسؤول خايف يأجر، خايف يمضي، خايف يتهم بالتلاعب، بعد ما شفنا منظر وزراء ومديرين في السجون كله خايف يمضي ورقة. أول كلمة بتقولها له بص هيقول لك أنا مش عايز ألبس البدلة الزرقاء.